سالير بولونيا الدوري الايطالي سيري اي الجوله 27 وين شاهدنا وين نقولوا وين ماركو الذي سجل الهدف الاول لصالح بولونيا. شاهدنا سالير وين يعدل وانتهى الشوط الاول لصالح بولونيا يعني في الدقيقه 43 وين ماركا ماركو الهدف الاول في الدقيقه 43 وانتهى الشوط الاول لصالح بولونيا. سالير وين نيتينا الذي عدل النتيجة في الدقيقة 72، نادير الذي هو الذي عدل النتيجة في الدقيقة 72. شأن مباراة كانت متكافئة نوعا ما، 56% نسبة الاستحواذ، بولونيا 44%، يعني نقولوا بلي سينيسيان المدرب تاع بولونيا اللي دخل بخطة 3-4-3. شأن كيفاش دايفيد نيكولا سالير نيتينا اللي دخل بخطة 4-2-3-1، يعني كانت مباراة متكافئة، مباراة وين تاع فرص ضائعة. وشأن سيليليا نيتينا الحارس لوجيا وين بيدريكو شنا يعني لوكار روديو شنا إيديسون يعني لاسانا شنا سيموني فارناك ميلان شنا كيفاش ريكاردو يعني نادير يعني وين نقولوا نادير هذا اللي دخل في الدقيقة نادير اللي دخل في الدقيقة 72 مباشرة وين عدل النتيجة بعد دخوله. شنا بولونيا لوكاس شنا جاري شنا ارتير شنا ارون شنا جيرارد شنا روبرتو ماركو المسجل الهدف ريكاردو يعني ونقولوا باللي الاهداف يعني واللعب يعني شاهدنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي نقولوا باللي بولونيا رغم ذلك وين بولونيا وين ضيع الفوز يعني ضيع الفوز كان محقق لولا التسرع يعني والانانيه في اللعب. هذه هي الجولة 27 سيريا ليتينا هدف بولونيا هدف الدور الإيطالي سيري أي الجولة 27 سعيد.